مطلب كده ولم تشكر حقي تشكر لي حق من اجل جمهوريه تونس انا اقول الحمد لله الحمد لله تعب مولي هذا وين لو زلنا اجد جدا عبادته مخلوقته بل كفرتني بل كنت انكار مجي بيا فالعون ايرو تركتني لاعدائك تستسمح نيار اخرى وانت بحسرتك وبلوئك تلك وجمان يخد وبالبلاء يخد وبي فايدا نوكي اكدي فأيو ذنب لي ذاكو شجا زوين مهيا ممنا نوتاك جمع قوتي منها دخلتي فانا لوما فنسيتني تأشبير كلمة وتلعنوني تبتو إلو لعنة المتينين ثم أن ملك الموت فوش ملك الموت قوزف وتعالى جل جلاله قبض روحه روح زي مروضها سطول قبل أكل الطعام نهجو يخرج أخر نقفون يهبدو أقوى مصرف جديد أقوى كيف رجل أهتين نخر وما قبض الروح قبل فسقط عن سليله شو مرتبون به تخت خدوشات صريع الحمام روح جي شو كد عرضي بعثوا سكنات من رنية قول الله تعالى وخطاله قوتيا جل جلاله كل نفس ذائقة الموت القرآن الكريم ده قوتيا كل نفس ذائقة الموت قوتيا شقاء انسان هاي وين مرنه طوم بك ببينه وإنما توفون أجوركم يوم القيامة هر كس كي يبكي حق خير قنجي وجا قيامته فمن زحز عن النار حشي جهنم خلاص بي وأدخل الجنة شو جنة رب العالمين فقد فوز أو خلاص بيا حشي خلاص نبي فايدة نوكا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور نين نفسه من الدنيا ده دنيا متاع ظروف غروية نما متاع أهل خديا روى البخاري في صحيحه إمام البخاري صحيحه وخده قوتيا أن عائشة رضي الله تعالى عنها حتي اليوم عائشة بخوت الله جلالي به قالت قو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قو بغمبر خده وقت كتيب بعد سكرات موته كان بين يديه علبة فيها ماء جموها بي فراخك آفتي دابي فجعل يدخل يديه دس خوي مبارك لأخذت النوء عبادة في الماء العبادة فيمسح به وجهه اجبال سكرات الموت اجبال واحد موت مرنه او قلتو بدر بيخوا ويقول دقاء لا اله الا الله كلمة توحيدة توني لا اله الا الله نين انتم معبود بحق جبالي خيط الله جل جلاله خيط الله لعق عبادته ان للموت لسكراتون مرنه سكرات هيا سكرات شدش ده يعني انسان